شنو اللي يمكن لا عاود ما ترجعش للورا دكتور ديك ما تالفوش 3 ولا 4 اليوم لا اليوم 3 ما تالفينش انت اللي راك غادي شويه اون نافونس مزيان تفضل تكلم تكلم نديرهم بجوج تكلم تكلم بجوج هذا راه ماشي روك المستمعين ولا هادي تبداو تتعيطوا واللي عنده شي مشكل يبدا يعيط لهم الا قالت لك قانون ما تعطيوناش نشربوا سي صلاح الدين ها هو جاي هو جاي وهي ان الكلمه الثالثه الاخيره انا حنايا راه ما عندناش هاي راه انت تتشوف كل شيء هاني مالهم دايرين بحال ما على بالوش وتيقول لك وما فيها باس الا خرجت نتمشى واحد شويه خليوه يكمي في الدقوس حلوا له شي شرجم في الكوزينه ولا هادي وقولوا له يقضي الغالي المهم تندوزوا هاد الشيء ما يخرجش ولا كان شي واحد غادي يخرج يقول له اجي لهنا فين غادي تمشي اجي جلس حدايا هنايا اللي بغى يخرج يقول لك وانا عندي الورقه باش نخرج راه عطاها لي المقدم اذا انا خارج يقول له شنو تمشي تقدا غادي نمشي نتقدا نجيب المسكه الله يجازيكم بخير حنا اكتشفنا المواهب ديالك في الفكاهه والصراحه انا اليوم عندي الفضول انني نكتشف الموهبه ديالك في الغناء لان كنسمعك كدندن في الكولوار في دوزان بغيتك تسمعني شي اغنيه مغربيه انا عارفك ماشي مغني ولكن اليوم غادي تغني يغني ولا ما يغني يا سيدي انا حر انا حر انا حر لله فهمني انا شفت وعجبني يا سيدي انا حر انا حر بغيت ندوق الحب اللي نار الدنيا احلو ولا مر سلمت امري فرحني ناوي عذبني دابت حبوت عذر ويغلبني تغلبني وديك ساعة حر لله فهمني انا شفته وعجبني يا سلام مشاهدينا عافاكم ما تفاجئوش الا شفتوا صلاح الدين الغماري هذا العام الجاي ان شاء الله في موازين تبارك الله عليك صلاح الدين الغماري انت كنعرفوك انك من مدينه مكناس نعم مكناس هي حر ياك ولا لا كبرتي في مكناس وقريتي في مكناس مكناس مدينه العاصمه الاسماعيليه شنو الطقوس ديال العيد كيفاش كتذكر الطقوس ديال العيد كبير في مكناس ايوا العيد العيد كلنا ما كاينش شي واحد اللي ما تيتفكرش العيد ديال الطفوله ديالو لان في الطفوله تنكونوا بالنسبه لينا هذاك النهار نهار مهم تنشوفو نشوفو الحولي وخصنا نشوفو في الدار ولا غدا نفيقو بكري ونمشيو نحضرو على الذبيحه من بعد ما تنمشيو نصليو في المصلى ايوا تنجيو تجي تحضر على الذبيحه خصك تبدا تسخر وتنت تتشاد وتنت تتعلم هز الحولي ارا هنايا تسلخ الحولي سي صلاح ولا لا اخويا انا ما تنسلخ حد لا الحولي الحولي لا حولي ولا حتى شي حاجه لا تندبح ولكن ما تنعرفش نسلخ ولا داك الشيء الاخر ولكن كدير شي هوات في العيد كتعرف طيب شي حاجه لا طيب وكل واحد خصو يكون تيعرف يطيب اشهر اكله في مكناس لا كاينين بزاف الا قلتي لي اشهر اكله غادي نقول لك اعطيني ثلاثه يلا نعطيك ثلاثه واخا يا سيدي كاين سميتو البسطيله هادي وكاين الطاجين ديال الخرش في البلدي والقوق البلدي والزيتون المصير ايوا وكاين عاوتاني في العيد مازال تنعقل جداتي الله يرحمها والوالده تيصاوبوا المروزيه تيجلسوا يخدموا فيها ما عرف شحال هما تيصاوبوا في داك الشيء بالقرفه والزبيب بالقرفه والزبيب وخص حتى تيولي العظم صفر الزعفران الحر شهيتي ناس صلاح الله العظيم انا بغيت نفكرك اليوم بواحد الفيديو واحد الفيديو دازت عليه دابا 7 سنين بالضبط 7 سنين انا اول مره غادي ندير برنامج رشيد شو كان في 2013 في الليله ديال العيد استقبلتيني عندك في الاخبار اييه بحال هذا النهار هذا في الليل كان العيد في الصباح واستقبلتيني في الليل في البلاطو ديال الاخبار نعم كتعقل ولا ما كتعقلش؟ عاقل عليها نرجعوا عاقل عليها وعاقل على السؤال وعاقل على الجواب وعاقل على كل شيء نشوفوا مقطع ونرجعوا يلا
نعود للخبر الوطني بالخبر التلفزيوني. جديد القناة الثانية، برنامج فكاهي حواري جديد رشيد شو مع رشيد العلالي، الذي سيستضيف كل جمعة شخصية عمومية أو وجها مألوفا في مجال الفن والإبداع، لكن بخفة دم وسرعة بديهة لوضع الابتسامة على محيا المشاهدين. تقرير زهير الداودي. آخر الاستعدادات قبل البدء في تسجيل أولى حلقات البرنامج الجديد رشيد شو، برنامج ترفيهي واعد بمجموعة من الفقرات والمفاجأة. يعني البرنامج أحكي نسيت ما قلتش لك مبروك العيد. مبروك العيد سي صلاح لينا وعليك، ومبروك أيضا المشاهدين اللي كيشوفونا. كيف خرجت دورتك سي صلاح؟ إوا الدورة مالين الدار هما اللي غادي يقولوا كيفاش خرجت الدورة، لأن كنا تنشتغلوا هنا. إذا بالنسبة جمعتيني وطغيتيني دابا سي صلاح. بالنسبة كيفاش دورتك سي صلاح؟ بالنسبة للدورة ديال البرنامج نتاعك، شنو هي المكونات الأساسية اللي فيها؟ تبارك الله عليك سي صلاح. ايوا تبارك الله، وكنت فالخير علينا ايضا صراحه، لانه دي 7 سنوات باش بدينا البرنامج، والانطلاقه كانت عندك في البلاطو ديال الاخبار. اييه مازال عقل علينا. واخا جمعتيني وجمعتيني وطويتيني، وانت هي كتقول لي الدواره، حنا جالسين تنهضروا مع الناس زعما الخبار وداك الشيء، وتنقولوا لهم خفه الدم وداك الشيء، وانت هي باش تجاوبني قلت لي اجي كيف غتخرج هاد دوارتك؟ فاجئتيني ديك الساعه، قلت لك لا قول لي الدواره ديال البرنامج نتاعك. شكرا سي صلاح. والناس بزاف كيهضروا عليك في ريزو سوسيو، لدرجه انه واحد السيد رسم في راسه حلاق، دار ليه التصويره ديال صلاح الدين الغماري في الراس ديالو. فوالا دار بالكمامه زعما ما كاينش شاي، وغير صبروا هي باش دار غير صبروا غير صبروا. سي صلاح الدين الغماري، حنا لقينا واحد فيديو اخر ملي قلبنا مزيان على ودرنا فيزيوناج، لقينا عندك واحد لوتيك، واحد الحاجه كتعاود بزاف عندك. شنو هي؟ ما قلتهاش دابا تماما. واحد لوتيك لوتيك. نشوفوا. يعني هو من هذا في الاسئله المواطن مزيان. سميتو كلهم يعرفوا